إلى شأن آخر الآن، كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي على هامش زيارة تفقدية قادته لولاية تيبازا أنه يتم تحضير سلم جديد لفوترة المياه تفرض فيه زيادات على من يستهلك أكثر من 25 متر مكعب في الثلاثي. الوزير الذي أكد أن هذه الزيادة التي تدخل في إعادة توجيه الدعم في المياه لمن يستحقه لن تمس 52% من العائلات الجزائرية. التغطية كانت لمحمد سعداوي. 25 متر مكعب فيما أكثر تكون فيه تعديلات بسيطة على حساب المستوى. ما تنجموش نقبل أن كل الناس تسلك الماء. هذه العدالة الاجتماعية، راكم تقولوا لازم نسيبليو الدعم. اليوم الماء مدعم، لازم الدعم يكون موجه الى الناس البسطاء الفئات البسيطه. اليوم عندما نعد العدد تاع العائلات تاع المواطنين المعنيين بعدم اللي ما نمسهمش في 52% من المواطنين ماهوش معنيين، لان عائلات تستهلك يعني بسيطة تستهلك أكثر 25 متر مكعب وأقل. ماشي. زيادة وقتها تبدا مسيو ميسا؟ ماذا أقول لك، رانا في الدوسي، أنا مع الميسا. أنا فكر.